بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه في السقعه دي؟ عاملين ايه؟ خياني. النهارده يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب خطيره تعجبكم وتجربوا الوصفات. اول وصفه هنعمل بيف ستراجانوف، هي اسمها كده عشان هي اكله روسيه، بس هي لطيفه جدا وحلوه قوي. معايا شرايح كده من اللحمه البوفتيك متقطعه كده، ايه حتت يعني مش كبيره قوي. هنشوحها ومعاها مشروم وهنعمل لها صوص كده لطيف قوي هتعجبكم جدا. عايزه شويه رز، يا سلام وبالهنا والشفا، ان شاء الله تعجبكم. والوصفه الثانيه هنعمل مخبوزات الجبنه الشيدر والسمسم، لذيذه لذيذه وبرده مكوناتها بسيطه جدا وهتطلع معاكم تحفه ان شاء الله وتجربوها وبالهنا والشفا. واخر حاجه هنعمل سلطه، سلطه يونانيه كده فيها بقى خيار وجبنه وخس، سهله كده ولذيذه مكوناتها برده كلها بسيطه جدا وشهيه. يا رب الحلقه تعجبكم ان شاء الله. وندخل في اول وصفه، البيف ستراجانوف. ايه بقى؟ لحمه شرايح بوفتيك متقطعه كده، ايه يعني مش قد البوفتيكات، البوفتيكات بتبقى كبيره شويه، لا هي متقطعه اصغر، تمام؟ اي كميه بقى، حتى الناس كتير جدا بتقعد تسالني يا مروه عايزين افكار لشرايح اللحمه البوفتيك بدل ما نفضل نحمرها ونقليها، فاحنا عملنا كذا فكره ليها ودي فكره منهم برضو اللي هي وصفه البيف ستراجانوف، الوصفه الروسي الخطيره. هنحتاج كمان معلقه دقيق، ملح وفلفل، مكعب زبده، معلقه كبيره من الزيت، ده كل ده علشان اللحمه ونشوحها. بنحتاج ايه بقى لصوص الاستراجانوف الحلو ده؟ معايا بصل مفروم، معايا طبعا زبده، فصين من الثوم المفروم، معايا مشروم متقطع شرايح الكميه اللي انت تحبيها، معلقه كبيره من الدقيق علشان نربط الايه الصوص دوت، كوبايه شوربه، معلقه من صوص اسمه ورشستر شاير صوص، ده صوص كده لونه غامق يشبه الصويا صوص شويه في الشكل لكن طعمه مختلف، بيبقى حلو قوي، بنحطه في التتبيلات وفي السلطات وبينفع في وصفات كتيره جدا. هاتي ازازه كده حطيها في ظرفه المطبخ، ليها استخدامات حلوه كتير جدا، تتحط في اي حاجه مشويه تعمل لك طعم حلو قوي، اسمه ورشستر شاير صوص، تمام؟ لو مش متوفر استبدليه بمعلقه صغيره من المستردة. ومعايا كريمه طبخ، كوبايه من كريمه الطبخ، كوبايه يعني 200 مللي، وهنحتاج تقريبا ربع كوبايه لبن عليها معلقه كبيره من الخل وملح وفلفل اسود وبس. خلاص، وصفه سهله جدا جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. انا هاخد هنا اللحمه، شرايح اللحمه الحلوه دي هنملحها بالملح والفلفل، ملح وفلفل، وعايزين ايه طبق كده نحط فيه شويه دقيق هنا كده، وناخد اللحمه الحلوه اللي احنا ملحناها دي نعفرها في الدقيق كده، نحطها كده على جنب بالشكل ده. هنعمل كده في كل شرائح اللحمة الخطيرة الحلوة دي كده. ومعانا بقى طاسة سخنة هنحط فيها معلقة زيت كبيرة حلوة ومكعب زبدة، وننزل بالإيه شرائح اللحمة دي. فتعالوا نحضر كده ونحط زيت ونحط زبدة اهو كده، ونبتدي ننزل ايه باللحمه كده اهو، شرايح اللحمه اللي تبلناها بالملح والفلفل واتعفرت ايه بالدقيق كده. هذا الشكل الظريف، اصلا وصفه ظريفه جدا هتعجبكم قوي. حته كمان نحطها هنا بس كده، ونشيل الباقي بقى. شكرا. تاخد تشويحه لطيفه على الجنبين، عايزينها كده تبقى واخده لون حلو وتاخد لها تسويه حلوه، هي اصلا رفيعه وهتستوي معاكوا على طول. حضر برضو طبق جنبي كده علشان ايه لما تستوي هنطلعها في الطبق علشان نحط بقى ايه بقية المكونات، البصل والمشروم والحاجات دي كلها.
كده، ريحتها مع الزبدة بقى خطيرة. كده اللحمة زي ما اتفقنا عشان متقطعة شرايح رفيعة مش هتاخد وقت في التسوية وهتبقى حلوة جدا، ولسه هنعمل لها صوص ونسيبها برضو في الصوص كده شوية فهتبقى حلوة جدا ان شاء الله. كده عايزة اطمن ان شرايح اللحمة كلها ايه استوت كده. خطيرة، هنطلعها بقى في طبق هنا كده عشان نبتدي نعمل ايه الصوص، وهنرجع فيه اللحمة تاني برضو عشان تكمل تسوية كده. بس كده هنحط زبدة تاني ومعانا بصل، هننزل كده بالبصل مكان تحمير اللحمة، ومعايا المشروم، مشروم كده متقطع شرايح برضو عايزاهم كده يتبلوا يتشوحوا مكان تحمير اللحمة بهذا الشكل الخطير والريحة يعني مش قادرة اقول لكم بقى فظيعة. انا رشيت ملح وفلفل كده، هنحط كمان الثوم فصين كده بس من الثوم، اول ما اشم ريحة الثوم هقوم على طول حاطة اول حاجة الشوربة كده. ايوه الثوم ريحته ايه ظهرت، نحط الشوربه كده بالشكل الحلو ده. ومعانا بقى ايه الكريمه، قلنا كوبايه كريمه، كوبايه كريمه يعني 200 مللي، ومعايا ربع كوباية لبن، هحط لها معلقة خل، معلقة كبيرة خل، هستنى كده عليها شوية واضيفها هي كمان كده اهو. وهنحط بقى الورشستر شاير صوص اللي انا قلتلكوا عليه، جميل جدا، بس تقدروا تستبدلوه لو مش متوفر عندك بمعلقة صغيرة من المستردة هتديكي طعم لطيف برضو كده. عايزين الصوص ده كده ايه يسخن، ونحط اللبن اللي عليه الخل كده اهو بالشكل ده، وعايزين نحط ايه اللحمة تاني، ولسه كمان في ايه رشة دقيق هنحطها، بس انا عايزة الصوص احس ان هو ايه تخن شوية كده وتقل يعني يغلي، قصدي يغلي بس شويه. ومعلقه الدقيق بقى هي اللي هتقله. الم اشيائي بقى دي كلها علشان ايه اوريكم الحكايه. بس كده بيطلع لذيذ جدا، الوصفه دي بجد حلوه قوي، تقدروا تعملوها بالفراخ لو عندك برضو شرايح فراخ او صدور او راك هتنفع برضو جدا جدا، تقدروا تعملوها بيها هتبقى برضو حلوة قوي. اهو كده ابتدت تغلي، نحط بقى ايه معلقة الدقيق ونقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه علشان ايه يغلي ويتقل اكتر،
تقدري تدوقي الصوص لو حاسه ان هو محتاج ملح وفلفل تحطي، انا هحط ملح وفلفل، ملح وفلفل، وبتسيبيه كده بقى ايه يبقبق كده ويتقل شويه، وهتلاقي اللحمه كمان استوت وشربت من الصوص الحلو ده وبيبقى تحفه. وكمان لما بيتقل اكتر شويه بيغمق حبه، تمام. وبرده درجه غمقان لون الصوص بيعتمد على لون تحمير اللحمه، لو انت حمرتي اللحمه في الاول شرايح اللحمه قوي الصوص هيطلع غامق اكتر من كده، ريحته تجنن. بنفضل كده نقلب فيه لغايه لما يدينا اللون الحلو. احنا عاملين طبق طبعا بقى قبل ما نطلع مع بعض، سموره هتجيبه لكم حالا، بس هو لونه اغمق بقى من ده شويه عشان احنا هنا احنا بنعمل مع بعض اللحمه، انا ما حمرتهاش قوي يا دوب بس استوت، فهتلاقوا الصوص لونه فاتح، لكن ده كده هتلاقوه ايه غامق سيكا. وحطينا عليه من فوق كده دي معلقه من الساور كريم، يعني حركه كده لو عايزين، يعني من غير الساور كريم مفيش مشكله. الساور كريم دي بتبقى عامله زي الجبنه كده حامضه وبتتباع في السوبر ماركت مكتوب عليها ساور كريم، بتبقى تحفه. جربوا يا جماعه البيف ستراجانوف ده هيعجبكم قوي قوي قوي، قولوا لي ايه رايكم. ان شاء الله بالهنا والشفا. فاصل بقى بسرعه جدا الم اشيائي دي ونرجع نعمل مخبوزات الجبنه الشيدر والسمسم، خطيره. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه، مخبوزات السمسم المحشيه بالجبنه الشيدر، خطيره، وصفه حلوه جدا ومقاديرها بسيطه قوي. بصوا بقى، انا معايا 5 كوبايات من الدقيق، تمام، 5 كوبايات من الدقيق، هنحط عليهم معلقه كبيره حلوه كده من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، هنحتاج كمان بيضه واحده، طبعا رشه ملح، ونص كوبايه زيت، وكوباية لبن، وكوباية مية علشان نعجنها مع بعضها. هنعجنها بالمية وباللبن، تقدري تعجنيها لبن بس تقدري تعجنيها مية بس، احنا هنعجنها بالاتنين. 5 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، نص كوباية زيت، بيضة، كوباية لبن، وكوباية مية، ونعجن العجينة الحلوة دي. طيب هنحشيها ايه بقى؟ معايا مكعبات من الجبنة الشيدر، او ممكن الجبنه الشيدر المبشوره مفيش مشكله، بس دول ايه مكعبات من الجبنه الشيدر تتحط جوه الكور اللي احنا هنعملها بعد ما نعجن العجينه. وهندهنها بقى ايه، معانا معلقتين من العسل الاسود، هنخففهم بشويه ميه مع معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان علشان ايه نغطس فيها العجينه وبعدين ندحرجها في السمسم قبل ما ندخلها الفرن، وبس كده، خطيره. انا عايزاكم تجربوها، شوفوا مقاديرها كمان عاديه جدا، ان شاء الله هتعجبكم قوي. نجيب قرمه العجين علشان نبتدي ونخش في الكلام على طول كده اهو، ونجيب بوله كبيره حلوه ونحط الدقيق كده اهو، وعليه رشه الملح، ونضيع الملح كده في الدقيق، وهنحط السكر، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، وهنحط ايه بيضه، تمام، وهنحط كمان زيت بالشكل ده. هعجن الكلام الحلو ده كده كله مع بعضه، بس هضرب البيضه كده بايدي. ومعايا بقى ايه اللبن والميه علشان نلم بيها العجينه، وهنشوف هتحتاج مننا قد ايه لبن وقد ايه ميه. حطيت كده كوبايه لبن،
وزي ما قلت لكم تقدروا تعجنوها باللبن بس او بالميه بس، مفيش مشكله. كده معانا ميه. اول ما تلم معاكي العجينه هتبقى محتاجه تتعجن كده مثلا 3 4 دقايق بايديك الحلوين، وبعد كده نغطيها ونسيبها تخمر لغايه ما يتضاعف حجمها، وتبقى جاهزه بقى ان احنا ايه نشكلها ونحشيها ونظبطها. كده طبعا بصوا ناشفه ازاي، لسه طبعا عايزه ميه. حطينا الميه كلها اهو. كده يبقى مقدار العجينه مقدار العجينه ماشي، كنت بغني طول الليل كوبايه لبن وكوبايه ميه. ايوه بصوا اتلمت معايا اهي وبقت خطيره، عايزه تتعجن زي ما اتفقنا شويه حلوين كده، تاخد لها وقت حلو في العجن علشان تطلع معاكي ناجحه وحلوه. وطبعا الدقيق اللي احنا استخدمناه دقيق مخبوزات او دقيق مكتوب عليه بيتزا. بعد ما تعجنيها عجن حلو كده زي ما اتفقنا 3 4 دقايق هنغطيها وهنسيبها تخمر ويتضاعف حجمها. وطبعا انا معايا واحده اجيبها لكم بقى اهي. خطيره سلام على عجين كده لما يخمر، يا سلام عليه وعلى حلاوته. ايوه كده رش الدقيق كده على ايه الكاونتر وناخد العجينه الحلوه دي. نشيلها كده من الطبق ونحطها على الكاونتر بس كده. عجينه ايه تقيله ومحترمه، نلفها كده على بعضها وهنبتدي نقسمها كور. قسميها كور بايدك بقى او ممكن بسكينه مثلا، لو بسكينه هتبقى الطف عشان تعملي كور كتير كده حلوه. يعني نقطعها كده نص وبعد كده ربع، وتبتدي بقى ايه كل ربع فيهم تقطعيه كده 4. عشان ايه نعملهم كور. بس كده. وهنا برضو 1 2 3 4. بصوا كل ده هناخد بقى كل واحدة من اللي احنا قطعناهم ونعملها كورة كده، وتبقى كورة لطيفة جدا كل واحدة منهم ونعملها كده نفس الحكاية نلفها على نفسها على ايدي كده ايه نلفها كورة. هنعمل كده في كل الكور. طب وبعدين هناخدهم كده نفتحهم ومعانا ايه الجبنه الشيدر، مكعبات الجبنه الشيدر ممكن نستبدلها بالجبنه المبشوره مفيش مشكله اهو جبنه شيدر. ونقفل كده الكوره حلوه قوي، نعمل واحده كمان اهو نفتحها ونحط الجبنه الشيدر اهو ونقفل الكوره الحلوه دي كده تمام اهو. هنعمل الكورتين دول بقى ازاي؟ انا معايا عسل ابيض، عايزه بس كده اجيب بوله، معلقتين من العسل الابيض عليهم ميه هنخففهم بميه، معانا كده معلقه بمعلقتين ميه برضو كده، معلقتين عسل ابيض مع معلقتين ميه، وهنحط قهوه سريعه الذوبان معلقه صغيره بس كده، ونقلب الكلام الحلو ده مع بعضه كده كويس قوي. ونعمل ايه بقى؟ عايزه اجيب صينيه فرن
عجبتني هنا صينيه فرن، ايوه الصغيره الحلوه دي اهو، عشان اوريها لكم هعمل ايه. هناخد الكور اللطيفه دي، اول حاجه هنعملها بالسكينه. انا حطيت السكينه فين؟ ايه اهي، هنديها كده تشريحه من على الوش. كده مثلا اهو، تمام شفتوا شرحت الوش بتاع الكور دي. وهاخد واحده واحده فيهم اغطسها في العسل بالميه بمعلقه القهوه سريعه الذوبان، وهطلعها على السمسم كده واقوم حطاها. نيجي على اللي بعدها، بصوا احنا مشرحينها هنا بالسكينه، تمام هنغطسها الاول في معلقه العسل الابيض اللي خففناها بالميه والقهوه سريعه الذوبان كده، ونشيلها بالشكل ده، نقوم حاطينها في السمسم كده، وتقومي حطها بقى كده رصها في الصينيه زي ما احنا رصيناها كده، وتخلصي كميه الكور كلها، وتغطيها بفوطه وتسيبيها تخمر مره كمان لمده 10 دقائق عشان تكبر شويه اكتر، وتدخل الفرن على طول بقى، فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، هتاخد لها تقريبا 20 دقيقه بالكتير. هتلاقيها استوت واخدت لون وشكلها يجنن، وسموره جابت لكم اهي، هي دي خطيره بقى. كل واحد ياخد له واحده كده هيلاقي الجبنه جوه، وطبعا تقدروا تستبدلوا الجبنه الشيدر بالجبنه مثلا اسطنبولي، جبنه فتة، اي نوع جبنه تحبوه، او حتى لو عايزين تعملوها ساده او تحطوا لها زيتون براحتكم. يعني هي قبل انها تتحشي اي حاجه وبيبقى طعمها تحفه صراحه، احلى من السندوتش، جميله جدا. جربوها بقى قولوا لي ايه رايكم. فاصل بسرعه الم اشياء ونرجع نعمل سلطه سهله جدا وشهيه كده وبسيطه، ان شاء الله يا رب تعجبكم. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي بقى سلطه خطيره جدا وسهله جدا، سلطه يوناني مكوناتها بسيطه كده وحلوه، طبق جانبي جنب الاكل ترفع المناعه، والخضار ده كله بصراحه حلو قوي، الخس والخيار الطماطم البصل الحاجات دي كلها يا جماعه بترفع المناعه. ولو انتوا دايما بتاكلوا حاجات نواشف فضروري تاكلوا سلطه يوميا، ضروري جدا، ورقيات والحاجات دي مهمه قوي عشان الالياف هتفرق قوي معاكم. ايه بقى المقادير؟ معايا خيار متقطع، مقطع شرايح، مقطع مكعبات، انت وذوقك براحتك. انا معايا خيار متقطع، معايا طماطم تشيري متقطع انصاص، او ممكن الطماطم الحلوه بتاعتنا العاديه وتقطعيها مكعبات مفيش مشكله. معايا شرايح من الزيتون الاسود، بصل احمر شرايح، معايا برده حتت من الجبنه الفته كده مكعبات من الجبنه الفته، وورق خس ظريف جدا وهنقطعه بايدينا كده. وهنعمل دريسنج بقى سهل قوي بسيط نحطه على السلطه، عباره عن ايه بقى؟ معلقتين كبار من زيت الزيتون، عصير ليمونه كبيره، فص واحد او بالكتير قوي فصين من الثوم المفروم، هنحط معلقه من عسل النحل، ومعلقتين كبار من خل التفاح. خل التفاح طعمه تحفه في السلطه دي. ما عندكيش في البيت خل التفاح هنعمل ايه؟ خلاص استبدليه بالخل الابيض عادي مفيش مشكله، بس هنحط معلقه واحده بس وهيبقى ظريف برضو وما رحناش بعيد، لكن خل التفاح بيبقى احلى وبيغير طعم السلطه خالص. فانتوا برضو براحتكم حسب المكونات اللي موجوده عندكم في البيت، عشان ايه؟ اهم حاجه تاكلوا السلطه. هنجيب هنا كده بوله الكبيره الحلوه دي، ومعانا ايه؟ الخس اهو، كميه ظريفه من الخس، خيار، طماطم، بصل احمر شرايح كده، وزيتون شرايح من الزيتون الاسود برضو كده، نقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه.
عايزين كل الحاجات كده ايه عشان اللي ياخد معلقه يلاقي كل الحاجات طلعت معاه. ايوه كده تمام. فاضل بس الجبنه والدريسنج. انا عايزه اجيب الطبق اللي انا هقدم فيه. نجيب الطبق الكبير احسن. ماشي نجيب الطبق الكبير ده بس هو فيه ميه. ننشفه. بس كده اهو. ونحط فيه السلطه. فاضل بس الجبنه الفته نحطها من فوق ونعمل الدريسنج كده. زي ما اتفقنا الدريسنج عباره عن ايه؟ معانا ثوم، زيت، خل تفاح، عسل ابيض. تمام. نجيب هنا كده ونجيب هذه الاسباتولا ونحط خل التفاح. نقدر نستبدله بالخل الابيض العادي بس زي ما اتفقنا هنحط معلقه واحده بس، لكن لو خل تفاح هنحط معلقتين. هنحط كمان عسل نحل، زيت زيتون، وعصير ليمون وثوم. عسل نحل، زيت زيتون كده 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 بس، وعصير ليمون وطبعا ملح وفلفل. ملح وفلفل، ملح فلفل، وفص ثوم مفروم. ونقلب الدريسنج الحلو ده كده مع بعضه. وطبعا الدريسنج ده يتحط فوق السلطه يا جماعه قبل الاكل مباشره. لو لسه مش هتاكلوا السلطه دلوقتي يبقى ما تحطيش الايه الدريسنج ده، تشيليه كده على جنب وتحطيه قبل الاكل على طول كده. بس ومعانا الجبنه الفته هنحطها على وش السلطه هنا كده بالشكل الحلو ده. طعمها لذيذ لذيذ قوي. انا بحب السلطه دي جدا. بس كده. ونحط الدريسنج بما اننا بعد الحلقه على طول كل الناس الحلوه دي هتاكل. كده اهو. بس كده خلصت السلطه اللطيفه. لو احنا بقى عايزين نحط لها كده يعني ايه كام ورقه بقدونس مثلا براحتكم فوق الجبنه كده عشان بس تبقى شكلها حلو يعني. لو عايزين ممكن كمان تحطوا لها ورق جرجير هتبقى حلوه قوي قوي قوي. انا ايه عماله اقول اضافات بس ايه كلها اضافات لذيذه. وبس خلاص سلطه لطيفه جدا جدا تاكلوها يا رب بالهنا والشفاء. نحطها هنا والحلقه خلصت. يا رب تكون عجبتكم. عملنا ايه النهارده؟ عملنا اول وصفه مع بعض البيف استراجانوف، وصفه حلوه جدا بشرايح اللحمه البوفتيك. بدل ما نحمرها وبتاع نعملها بيف استراجانوف مع صوص سهل جدا. عملناه مع بعض ما خدش ابدا اي حاجه وبتسيب اللحمه كده تستوي وبتبقى خطيره. والوصفه الثانيه عملنا مخبوزات محشيه بالجبنه الشيدر وعليها من فوق سمسم حلوه قوي 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 وسهله جدا تقدروا تعملوها في العشاء وانتي كده العيال قاعدين بيذاكروا. اعمل لهم المخبوزات الخطيره دي يكشي يذاكروا ان شاء الله وينجحوا يا رب. واخر حاجه طبق السلطه اللذيذ سلطه يوناني وصفه سهله جدا وبسيطه يا رب تكون عجبتكم. بشكركم جدا جدا ان انتوا تتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1 على قناه النهار ويوم السبت والحد والاثنين بنكون على الهوا. باي باي.